دلوقتي هنكمل رحلتنا مع جدعان 2019، وهنشوف الشاب محمد محفوظ اللي عمل مشروع عملاق لتسمين العجول بالغربية، والمهندس محمد الخولي صاحب تاني أغلى أزازة زيت زيتون في العالم ب $105 اللتر، وهنزور أقدم مزرعة لإنتاج الألبان في مصر. من التقرير الحلوة جدا في برنامج الجدعان كان قصة نجاح عظيمة لشاب اسمه محمد محفوظ من محافظة الغربية، بيربي 500 راس جاموس تسمين، عامل مشروع هايل ومن الناس اللي استفادت بمبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال البنك الأهلي. عايزك تحكي لنا مين هو محمد محفوظ، بدأ مشروعه إزاي، كان معاه كام أول ما بدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت بادئ هنا ب30 راس، بدأت بعد فترة زادوا شوية، كملت بقوا 50 في 60 لحد ما كملت هنا 150 راس. رحت للبنك الأهلي هنا في الفرع بتاعنا، فرع وطور في الائتمان. مين أول واحد ساعدك وإيه اللي خلاك تتجه أساسا لمشروع التسمين؟ هل أسرتك بتشتغل في القطاع ده؟ إحنا بحكم شغلنا في العلف والذرة، الناس بتيجي بتاخد علف وبتسأل، فكله على بيتكلم على موضوع المبادرة للبنك المركزي عملها. فاتجهت أول حاجة اتجهت على طول للبنك الأهلي بحكم شغلنا معاه. الناس هناك في الائتمان هنا في الفرع بتاعنا فرع أطور، بصراحة مقابلات ما فيش بعد كده. الناس يوم ما روحت طلعوا معايا معين على طول، جم هنا وبصوا على المكان. بصراحة خلال تاني يوم بعتوا جابوا الإدارة من طنطا، بصت فعلا تاني على المكان كمان مرة. خلال أيام قليلة خالص كانوا بدأوا يطلبوا مني الأوراق بتاعتي والتراخيص والشغل، وساعدوني في موضوع الترخيص جامد. الإدارة وزارة الزراعة؟ في وزارة الزراعة ده أنا كنت مرخصه. ساعدوني في الترخيص في الوحدة المحلية هنا عندنا في أطور، رخصوا أو يعني صراحة كانوا متعاونين جدا معي. بدأوا بعد كده يشتغلوا على الورق. 15 يوم كانوا صرفين لي أول شيك. 15 يوم؟ 15 يوم. Yeah. 15 يوم هنا. بجد من الجدعان، تحية الناس اللي شغالة في البنك الأهلي فرع أطور بجد. بصراحة ناس ما فيش بعد كده للأمانة. كان عندنا هنا المدير لسه خسرناه يعني، واللي جي مكانه أخ أستاذ بدير ده متعاون جامد كمان يعني. سألك الورق بتاعهم اللي مطلوب للقرض، سجل تجاري وتضريبية، مانيفستو، شهادة إفلاس، الكلام ده كان سهل عليك كنت بتعمله؟ خالص جدا، ما فيش أي صعوبة فيه. كل الأوراق ديت خلال 3 أيام أو 4 أيام كنت مجهزها، ما فيش حاجة صعبة. انت دخلت كان عندك كم سنة؟ انا شايفك لسه صغير، انت عندك كم سنة؟ عندي 28 سنة. ما شاء الله عليك 28 سنة. بدأته من كم سنة بقى المشروع ده؟ يعتبر من 4 سنين. من 30 راس ل 500 راس. خدت، الله اكبر ما شاء الله عليك. قول لي استفدت ازاي من البنك الاهلي؟ خدت ايه؟ اشتريت منين؟ احكي لي بالتفاصيل. انا اول ما جيت بدأت اخدت من، كنت اجيب من 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 مزرعة كنت اعرفها كويس، ناس كويسين، بدأت معهم جبت منهم 30 راس دول. بعدها بفترة جبت منهم تاني لحد ما وصلت لل 150 راس. لما بدأت أعرف كده بدأت يعني، ما كنتش طبعا أعرف حاجة فيها الأول، لما تعلمت الشغل كويس وبدأنا نشتغله ومساعدة الناس اللي معايا هنا في المزرعة طبعا، بدأنا نعرفه في الشغل وكده. بدأت أتجه للبنك طبعا لما زي ما قلت لحضرتك كده نزان يساعدني إن أنا أجيب أزود المشروع ده وأكبره. يعني كنا إحنا هنا عندنا هنا 2 بس بنشتغلوا مع بعض، بقينا هنا لحد 10 أو 12 واحد شغالين لما زودنا المشروع. خدت كارد قد إيه؟ أخدت منهم 4,200,000. وجهتها كلها في شارع العجول؟ كلها رؤوس، رؤوس وأكل. خدتش فلوس سايلة اللي تقدر تتعامل بيها مع العمال، مع تشتري علف، تشتري الكلام ده؟ حطيت الدنيا فلوس، حطيتها في حساب مصانع علف وحساب شركات أدوية أسحب منها خلال السنة اللي أنا باخد على التسهيل ده. فبصراحة عامل شغل كويس معانا يعني. تعالوا بقى نروح مزرعة أشهر منتج لزيت الزيتون في العالم، المهندس محمد الخولي. خلي بالكم ده سعر لتر زيت الزيتون بتاعه ب $105 في أسواق العالم، خبير من طراز فريد، وزيت الزيتون بتاعه جبار فعلا ونقائه فريد بكر بجد، وهو ده زيت الزيتون اللي يستحق اننا نتكلم عنه في برنامج الجدعان. دلوقتي احنا في مزرعة المهندس محمد الخولي. المهندس محمد الخولي باختصار واحد
من أبرز خبراء العالم، مش في مصر بس، خبراء العالم في صناعة الزيتون، سواء زيتون المائدة أو زيتون مخلل أو عصير الزيتون. الزيتون فاكهة، وبالتالي عصيره لازم يخضع لشروط وضوابط محددة. من أبرع الناس اللي نجحت في إنتاج زيت الزيتون هو المهندس محمد الخولي. خلينا نبدأ ببلدنا الأول، الزيتون في مصر. في فترة من الفترات كنا وصلنا للمركز الثاني على مستوى العالم في إنتاج الزيتون. إحنا فين النهاردة؟ والله حضرتك إحنا قبل 2017 على مدى 8 سنوات تبوأنا المركز الثاني في الإنتاج وتصدير زيتون المائدة اللي هو زيتون التخليل. ولكن مما يدعو للأسف حقيقة يعني إن إحنا بالرغم من تبوأنا لهذا المركز الثاني، وأنا كنت عاوز أعمل لحضرتك اختبار كده بس أنا هختصر الوقت، المفروض إن أنا يعني في الإيرادات بتاعته أبقى في المركز الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، مع الأسف الشديد نحن نأتي في المركز التاسع. لو حضرتك سألتني السبب إيه؟ السبب إن إحنا بنصدر بلك من غير added value. أنت حضرتك عملت إزاي فكرة إن أنت تزرع وتعصر زيتون وتبيع اللتر ب 105 دولار؟ ده اتحقق إزاي؟ يعني النجاح ده اتعمل إزاي؟ إحنا المكان ده قصته إن إحنا بننتج جودة عالية جدا من الزيت. حضرتك أشرت نقطة مهمة جدا ألا وهي إن الزيت ده عصير. أنا عجبت جدا بالكلمة دي والله، حضرتك ما سمعتهاش مني. أنت قلت هو عصير، هو عصير فاكهة فعلا. زيت الزيتون ما هو إلا عصير فاكهة، فلو اشتراطات زي ما حضرتك برضو قلت لازم يتحس في وقت معين. يعني في مرحلة لو حضرتك حصدت فيها الزيتون هيطلع نسبة المواد المضادة للأكسدة. أنا هرجع للنقطة دي بس عايز أقول حاجة، أنا لغاية 10 سنة، أنا بقالي في كزراعة زيتون 33 سنة وفي الزيت 23 سنة، لغاية 10 سنين فاتوا كنت بوصف زيت الزيتون كالآتي، كنت بقول زيت الزيتون له خصائص غذائية وصحية ودوائية. تصدق وتأمن بالله أن أنا عكستها تماما، بقيت بقول من 10 سنين أن زيت الزيتون له خصائص دوائية، الأول دوائية وصحية وغذائية. وأنا برضو مش بتاع كيمياء يعني، إنما أنا زيت الزيتون جرني على حاجات كتيرة جدا جدا، منها إصابات الأطفال بالتوحد، وأن زيت الزيتون يدخل في حمية الغذائية بتاعتهم. هذا المرض يا فندم مرض عضوي، يعامل في مصر على إنه مرض نفسي. الأولاد دول يعالجوا بعلوم كثيرة من الطب زيت البديل. الزيتون يدخل في علاجهم. أيوة يا فندم. أيوة تغذيتهم. أيوة يا فندم. أيوة يا فندم. لأن يعني عندهم حاجة اسمها leaking guts اللي هي المعدة، يعني مش عارف ترجمتها إيه، إنما أكلهم صعب جدا، وعندهم معادن. سبب الحالة إيه؟ بيبقى فيه تركيز المعادن ثقيلة في المخ، سببها يا إما أكل الأم في الحمل أكل مش مظبوط، يا إما نتيجة حاجات تانية كتير أنا مش هتكلم فيها عشان ما نعملش بلبلة. يعني خلينا نتكلم على ما يحدث حاليا في مصر. الآن الحديث عن الزراعة المكثفة، عايز رأيك في البداية، يعني في ناس كثيرة جدا هتبدأ تزرع زيتون سواء في مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع مستقبل مصر، عمليات الصحة جديدة في مشروع في المنيا، الكل يفكر في زراعة الزيتون بطريقة المكثفة. أنت إيه رأيك أولا وأنت من خبراء الزراعة حاليا؟ اللي بنزرعه في مصر ده اللي هو 5 في 5 و6 في 6 و5 في 7، دي الزراعة المكثفة. اللي حضرتك تقصده وأنا أعلم ماذا تقصده، الزراعة عالية الكثافة. تمام. عالية الكثافة أنا مارستها حضرتك بصفتي استشاري للحكومة الأسترالية من سنة 99، مارستها في أستراليا، فعندي hands on experience، خبرة على الأرض. مع الأسف الشديد ما عندناش حد في مصر عنده خبرة على الأرض في هذا النظام. تمام. الفكرة بقى كلها إيه؟ نشوف نشأة هذا النظام، هو نشأ من رجال المشاتل مش من البحث العلمي. وبعدها بعدة سنوات لاحقوا البحث العلمي عشان يشوفوا النظام ده كويس ولا مش كويس. البحث العلمي قاصر جدا في الزراعة عالية الكثافة، ولا يمكن في عالية الكثافة في الزيتون. وبالمناسبة من أن حضرتك شددت في الزيتون، كثير من أشجار الفاكهة من عشرات السنين من 40 و50 سنة تم عليها تجارب بالزراعة المكثفة، وخلص المزارعون قبل العلماء أنها لا تؤدي إلى نتائج إيجابية. شمهندس أي الأصناف تفضل؟ أعرف إزاي الشتلة دي كويسة ولا وحشة؟ فدنا كراجل خبرتك حاجة و30 سنة في زراعة الزيتون. معرفة الشتلة إذا كانت كويسة، أول حاجة أنها تبقى تروتو تايب، يعني مطابقة للصنف المطلوب.
يعني اذا طالب كروناكي يبقى كروناكي، كوراتينا يبقى كوراتينا. ما اعرفه انت بعد لما الشجره تسمى بقى ما دي المشكله بقى حضرتك. اصناف الزيتون صعب جدا معرفتها في المشتل، واحنا بص حضرتك مفيش مطابقه وراثيه ليها، مفيش حاجه. هي دي النقطه بقى، ارجو من خلال برنامج حضرتك، لان هذا الكلام قلناه اكثر من مره ومثبت كتابه في مثل حضرتك بيقول الورق يمرض ولا يموتش. في دراسه انا عاملها للاي ام سي اللي هو الاندستريال مودرنايزيشن سنتر بقى لها حوالي 10 سنوات بيشيل ويحط عليها التراب، بس الحمد لله انه كلام مكتوب. سياتي جيل يوما ما يقرا هذا الكلام. قلنا مشاتل الزيتون في مصر كثيره جدا، ولكن شباب شغالين حضرتك بعيد عن رقابة الدولة. أنا مش عايز أكسرهم ومش عايز أحطمهم، أنا عايز الناس دي تشتغل تحت مظلة الدولة، يطلع لها الباحثين العلماء الأفاضل من المراكز البحثية ويعلموهم الشغل المظبوط، والدولة تقول لهم لازم عندكم مزرعة أمهات تاخدوا منها، بدل ما بتروح المزارع تاخدوا الهيش، والهيش ده بيدخل يقول لك أقلم لك المزرعة واخد الهيش. طب يا عمي يدخل الأصناف على بعضيها ويروح في الآخر يحط لك يافطة يقول لك ده بيكول وهو 100 صنف واخدهم من مزرعة ما. يبقى الولاد دول نحتضنهم ونرخص لهم أعداد مهولة حضرتك، ويقول لك احنا بنستورد شتلة من برة، أصل مصر ما فيهاش شتلات، عندنا ملايين الشتلات ونبعت نستورد الشتلات من برة. هل هذا يا فندم مرض الزيليلا؟ هو احنا يعني حقل تجارب عايزين نجيب الزيليلا مصر؟ نجيبها عشان مزرعة أنا دي تروح 33 سنة يتحرق قدامي؟ ده يرضي ربنا؟ تعالوا بقى أفكركم بمزرعة المهندس طارق الطبجي، أقدم مزرعة لإنتاج الألبان في مصر ومقرها الفيوم، حاجة عظيمة ومشرفة فعلا وتستحق نحن دايما نذكرها. احكي لنا بقى، هنا المزرعة قسم لي القطعان، بنشتغل تسمين قد إيه، بنشتغل حلاب قد إيه، دورة العمل داخل المزرعة إزاي، حجم استثماراتنا قد إيه؟ تمام. هو الحقيقة النهاردة عشان تعمل مزرعة زي دي، البقرة الحلابة تقريبا البقرة تمنها النهاردة من 40 ل 50 ألف جنيه، والاستثمارات اللي هي المقطير والجرارات والجنريترز والحاجات دي كلها بتتكلف حوالي 70 ألف جنيه. يعني عشان البقرة الواحدة عشان تعمل مشروع زي ده بتتكلف حوالي 120 ألف جنيه. هي فيها حوالي 2200 راس، فيهم حوالي 850 بقرة حلابة و750 عجلات دامية من عمر يوم لحد 14 شهر. من 14 شهر عشان هي بتتلقح لما يكون عمرها 14 شهر، على اساس انها هتولد لما يكون عمرها سنتين. اديني من خبرتك كراجل بتاع صناعه البان. هو دلوقتي احنا مش مجرد ابقار وحظيره، دي صناعه كبيره جدا. يعني زي حضرتك واحد من المعدودين في مصر في هذه الصناعه، احنا كلهم عندنا 100 واحد عندهم مزارع نظاميه. ايه الحل عشان ننقص 3.5 مليون طن البان بينتجها صغار مزارعين، 85% من الثروه الحيوانيه في حوزتهم، ننقذهم ازاي؟ الحل طبعا الحكومه عملت الحل ده ان هي بتدي القروض الميسره للمزارع الكبيره، لكن الحل اللي اكتر من كده ان هي تساعد بقى الفلاح. تساعد الفلاح ازاي؟ احنا هنا في وسط منطقه مليانه فلاحين، مفروض تعمل محلب آلي بتلاجات، يبقى الفلاح النهارده اللي عنده بقره وبقرتين وثلاثه بيجيب اللبن يحلبه في المحلب ده مره او مرتين في اليوم مثلا، يبقى في اوقات معينه، ويحاسب مركز التجميع ده، بدل ما النهارده بيبيعوا ب2 جنيه هيبيعوا ب5 او ب6 او ب7. يبقى هنا الفلاح بدل ما يبقى عنده بقره هيبقى عنده 2 و3 و5. يعني ليه ما فكرناش، هي الفكره حاجه بتقولها حلوه، نعمل حلاب في وسط كل قريه والناس تيجي تعمله. طب ليه ما نفكرش ان مستثمر اللي يعملها، يعني واحد مثلا عمده القريه، ما هو ده مشروع هيكسبه. هو المحلب هيكلف حوالي محلب زي ده عشان مثلا يبقى 8 نقط حليب يحلب 8 بقرات مثلا، مش هيكلف اقل من 2 مليون النهارده بالثلاجات بالحاجات دي. يعني كارد مشروع صغير كمان متناهي الصغر كمان. 2 مليون هي فكره حلوه. طب فكره حلوه جدا. انتهت رحلتنا مع ابرز جدعان 2019، بداناها على مدى 3 ايام كاملين ومتتاليين، ولو نقدر هنعيد تاني كل جدع قابلناه في عام 2019 لانهم يستحقوا. من الاسبوع اللي جاي هنبدا مع جدعان 2020، استنونا ومفاجآت كبيرة جدا، كل واحد في مزرعته، في مصنعه، في مشروعه، يكمل رحلته وهيلاقينا عنده، كل اللي عليه يكلمنا ويقول أنا من الجدعان.